قدامك ابو حمودي عيون الحصن الحمودي ثلاث عشائر بالعراق مو عشيره صح. احنا الحمودي ولا صالح اللي بالبصره صح. اللي تمتد من القرنه والعماره والبصره وايران صحيح. وعندك المحمودي اللي بالناصريه صحيح. اللي شيخ مجواد البهلول صحيح. وعندك الحمودي اللي بالنجف اللي صحيح. من عدم فريد الشعلان صحيح. عشائر مو عشيره نعم فعلا فعلا شنو عندكم يعني هالطريقه هذه بس ابعد انا اخوي ونعم منك قال مع الاسف وهذا زلمه راح نجيب لك ان شاء الله تسمع بالاخبار وتجي اوراقه نعم انا ممنون منه وهاي الحكايه ترى هي اللي رضتني لان الشيخ ستر العمامه الشيخ ينطي من حلاله الشيخ يفزع للصغير وللكبير يشهد الله انا ما نايم بالليل اذا صير طلابه عند اي واحد من حمولتي صح الليل ما نايم ابو انت ابو ليش؟ انا لو اخوهم وابنهم وانا مقلطيني ومخلي قدامهم وانا اكل بزي انا والشيخ الشيخ انا اشوف ابن الشيخ احمد الشيخ احمد عمر صلاح اي نعم هذا الشيخ احمد فريضه